فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتحويل نية الحج لمن لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة، وعندنا في المتن أن يسمى فسخ، يسمى فسخ الحج إلى العمرة، ما يسمى تحويل. نعم. يقول وعندنا في المتن أن الإنسان مخير بين أنواع الحج، فكيف يكون مخيرا؟ هذا عند الإحرام يا أخي، عند الإحرام يخير بين الأنساك الثلاثة، وأما إذا أحرم بالحج فقط فإن أو أحرم قارنا فإنه يفسخه إلى عمرة ويحج بعد العمرة، يكون هذا أفضل. نعم.